<applause> وفيما يسوع يعلم في أحد المجامع يوم السبت إذا امرأة هناك كان بها روح مرض منذ ثمانية عشرة سنة وكانت منحنية لا تقدر أن تنتصب البتة فلما راها يسوع دعاها وقال لها يا امرأة إنك محلولة من مرضك ووضع يده عليها وفي الحال استقامت ومجدت الله فأجاب رئيس المجمع وهو مغضب لإبراء يسوع في السبت وقال للجمع إنها ستة أيام التي ينبغي العمل فيها ففيها تأتون وتستشفون لا في يوم السبت أما يسوع فأجاب وقال له يا مرائي أليس كل واحد منكم في السبت يحل ثوره أو حماره من المذود ويذهب به فيسقيه وهذه التي هي ابنة إبراهيم وقد ربطها الشيطان منذ ثمانية عشرة سنة أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط يوم السبت؟ ولما قال هذا خزي كل من كان يقاومه وكان كل الشعب يفرح بجميع هذه الأمور المذهلة التي كانت تجري على يده شحا لا لها من أي والروح القدس الإله الواحد آمين صباح الخير Good morning. Good morning إخوتي وأخواتي الأحباء من الأمور اللي نتكلم بها أو نحكيها لما الحياة تصير صعبة علينا نقول فلان شيء كسر ظهري ربنا يبعد كسرة الظهر عليكم جميعا ثقل الحياة والخطايا والخوف والقلق والتحديات تخلي الإنسان ينحني ظهره تكسر الظهر كلنا نعرف الحياة هي مو سهلة بها صعوبات فوق ما هي مشغولة كأي واحد تلزمه شلون الحياة صعبة بزي بدنا نركض كل اليوم ما نلحق والحياة تركض الحياة تركض كل يوم وبركض الحياة يخلي ثقل على الإنسان يخلي ثقل علينا من كل شيء اللي داير ما دايرنا وشنو الحل؟ شنو الحل بوسط كل هذا الشيء اللي دنمر به احنا كبشر احنا كمؤمنين احنا كناس اتكلنا على الرب شنو الحل لما الحياه تخلي ظهرنا ينحني لما ثقل الحياه على شتافاتنا يوقع ويخلي الانسان دائما مهموم ومغموم لانه ثقل الحياه لما الانسان يحني راسه ما راح يشوف الحقيقة كاملة. لما الإنسان يكون مهموم دائما ما يشوف الحقيقة يشوف نص الحقيقة بس. لما الإنسان ينحني ظهره ما راح يشوف السماء راح يشوف بس القاع واللي يتعلق بالقاع بس دائما أفكاره تصرفاته كلامه راح تكون من منطلق ارضي بس. ربنا ما خلقنا. ربنا ما خلقنا على مود نكون محنيي الظهور. ربنا ما خلقنا على مود نكون مكسوري الظهور. ربنا انطانا الحريه وبهاي الحريه لما يقول النا رفعت عيني الى الجبال من حيث ياتي عوني. معونتي من عند الرب خالق السماء والارض اللي خلق السماء والارض ما هو أني، ما هو أنتو، ما هو أي بشر، ومصيرنا ما يعتمد على بشر، لكن ربنا اللي ينطي لي هاي القيمة، ربنا لما يدعونا بأنه نرفع رأسنا دائماً مو بتكبر لكن لما ترفع رأسك وربنا اللي ينطي لك القوة راح تشوف الحقيقة مثل ما يريدها ربنا، مو مثل ما تريدها انت كانسان لما نزكى راد يلتقي بربنا ايش سوى صعد فوق الجميزه لما ابليس التجربه الثالثه اخذ ربنا وصعد فوق الجبل صحيح صعد فوق الجبل قال له بس باوع جوه كل هاي انطيها لك اذا انت سجدت الي نظره يسوع لما باوع على جوه شاف كل شيء صغير نظرة إبليس باوع على جوا شاف ممالك نظرتك يا إنسان راح تسويك منه أنت نظرتك يا إنسان راح تخليك منه أنت في وسط هذا الشيء كله أحبتي ربنا يدعونا بأنه نتحرر نتحرر من كل شيء اللي يديحني ظهرنا نتحرر من كل شيء اللي يخلينا مثقلي الظهور شوفوا الإمرأة مال إنجيل اليوم أحبتي راحت الى المجمع ورث 18 سنه 18 هي 6 6 6 6 6 هو رمز ابليس ابليس دائما يريدك محن الظهور مو بس ابليس لكن كل انسان ابليس واعوانه بنقولها بالصلاه خلصنا يا رب من الشرير واعوانه فكل انسان يخلي ثقل على ظهرك هو متصل بـ 18 ستة 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 حتى لو كنت أنت بأفكارنا مشكلة الإنسان اليوم هو نفسه أكثر الحروب اللي إحنا لازم نواجهها تعرفون وينها ما هي برا هي هنانا وهنانا شكوا بعقلك وشكوا بقلبك إذا انتصرت على عقلك وقلبك ذاك الوقت راح تتحرر وهي هاي مشكلة الإنسان اليوم أحبتي الإنسان ما يريد يتحرر من فكرة وقلبه يتصور المشكلة هي بذاك وغيره، يتصور المشكلة بأنه كلهم يكرهوني كلهم ما يحبوني كلهم ينغارون مني ايش قد يستعملها اليوم كلهم ما يحبون يعني المشكلة هي مو هناك المشكلة لما الإنسان يخلي قيمته بنظرة إنسان آخر له قيمتنا إحنا ربنا يعطينا إياها وليس إنسان آخر الحرية هي شنو هي الحرية الحرية ما هي بالمأكل والمشرب هاي من 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 اكذب الامور اللي يعيشها الانسان المعاصر لما يتصور الحريه اني البس ما يعجبني اني احكي يعجبني اني اتصرف مثل ما يعجبني اني اهين منو ما يعجبني وهي هاي الحريه المعطاه الي الحريه مال الانسان المسيحي هي حريه ملتزمه من ضمن نطاق يسوع المسيح أي حريه خارج عن هاي الحريه هي سجن وهذا السجن اذا ما تحررنا منه راح نبقى نباوع على القاع راح نبقى محني الظهور عندنا امرأة هاي الامرأة في 18 سنة بالرغم من معاناتها كانت موجودة وين بالمجمع وهي هاي مشكلة الإنسان اليوم ربنا صحيح موجود بكل مكان لكن المكان اللي تلتقي به بربنا وين هو بالكنيسة أكل يوم حالة عامة، حالة عامة موجودة بين شعبنا احنا. ما اقول على الغريب، ما اقول من برا، ما اقول بغير مكان، حالة عامة موجودة في شعبنا اليوم اكو رفض للكنيسة. رفض تام وقاطع للكنيسة، تعرفون ليش؟ لانه بدينا نخلي الكنيسة باشخاص. الكنيسة ما هي شخص. الكنيسة ما هي مكان للتجمع الكنيسة هي وين ما آني ألتقي ويا ربنا شوفوا أحبتي لما بطرس نكر ربنا ثلاث مرات الانجيل شي يقول طلع برة بكى كان محني ظهره يبكي يبكي على المصيبة اللي سواها لكن لما وقف يبكي وين راح رجع يقول للجماعة رجع للجماعة رجع وين ما هو ينتمي لما بولس ظهر ظهر لربنا شاؤول ظهر لربنا على طريق دمشق ايش قال له شو اسوي يا رب؟ قال له تروح للجماعه ربنا نلتقي به صحيح في كل لحظه من لحظات حياتنا ربنا نلتقي به بعالمنا اللي موجود برا لكن بالوقت اللي اني اريد يكون عندي علاقه ويا ربنا ما اقدر يكون عندي علاقه ويا خارج عن جسد ودمه خارج عن الجماعة اللي أنتمي بيها والجماعة العائلة اللي أنتمي لها اسمها الكنيسة فالامرأة موجودة 18 سنة ده تعاني من هذا الشيء إلى الوقت اللي لاحظها يسوع وقال لها تعالي تعالي أول شيء قال لها قال لها أنت محلولة من مرضك وبعدين خلى إيده عليها اول شيء ربنا يعطينا اياه هو يحررنا من فكرنا من قلبنا من نظرتنا الضيقه يحررنا من افكارنا اللي تخنقنا كل يوم الانسان مسكين كل اليوم خايف، قلق، مضطرب الامور اللي سمحنا بها بحياتنا احبتي هوايه هي الامور اللي دخلناها في عوائلنا هوايه هي وهاي انطت الثمار، الثمار مالتها هي شنو؟ الخوف والقلق والاضطراب وكل هذا الشيء اللي دا نعيشه واللي يخنقنا كل يوم، خلت الانسان اعمى. اعمى على شنو؟ اعمى على نفسه لكن عينه مفتوحه على الاخرين. بدينا نقيم الانسان كنصف بس لانه لما واحد ينحني ظهره ايش راح يشوف؟ لما واحد بس يباوع على القاع فكل فكره كل عقله كل قلبه كل كلماته راح تكون ارضيات راح تكون فقط متعلقه بالارضيات التقي ويا هوايه ناس التقي ويا هوايه شباب ربنا يحفظ شبابنا وبناتنا التقي وياهم اقول لهم بانه الحياه الحياة هي أكثر من مأكل ومشرب ومن يباوع عليك ومن يتباوع عليك ومنو ومن منو شلون تعيشون حياتكم وشنو الشهادة اللي أخذتوها الحياة هي علاقة ويا ربنا الحياة هي لما أني أربط حريتي بربنا لكن هواية من ولدنا وبناتنا ربنا يخليهم ربنا يحفظهم بدأوا يربطون حريتهم بالعالم والعالم كل شيء اللي يقدمه أنه هو شنو يريدنا مكسوري الظهور. يريدنا خايفين دائما. يريدنا مضطربين دائما. يريدنا قلقين دائما، القلق وين راح يوصلنا؟ لما الانسان يكون خايف وقلقان كل القرارات اللي راح ياخذها تكون مبنيه على شنو؟ خوف وقلق. وحتى افراحنا ربنا يديم الفرح. بعوائلنا، أفراحنا بدينا نقارن أفراحنا بالجسديات فقط، ربنا خلقنا لأكثر من هذا الشيء أحبتي، ربنا خلقنا مود نكون دائما مرفوعين الرأس، رفعة الرأس مالتنا مو لأنه احنا من بلد معين. رفعة الراس مالتنا ما لها علاقة بالكلام اللي نحكيه رفعة الراس مالتنا ما لها علاقة بالمادة اللي تمتلكها رفعة الراس مالتنا ما لها علاقة بالعشيرة اللي تنتمي إلها رفعة الراس مالتنا هي بيسوع المسيح اللي خلصنا ولما نرتفع على صليب رفعنا كلنا وياه لكن الإنسان يريد يبقى جوه الانسان ما يريد يصعد فوق الجميزه. الانسان يبقى يعاند، يعاند ويا نفسه، يعاند ويا الناس، يعاند ويا ربنا، ودائما اكو صراع داخلي في حياتنا. اذا تريد انت تنتصر على افكارك، تنتصر على قلبك، سلم عقلك وقلبك لربنا. شلون؟ من خلال العلاقه وياه. شلون؟ من خلال لما تقعد يوم الأحد وتقعد على حيلك وحتى لو مش تغل الأسبوع كامل وتنطي ساعة من وقتك الربنا المشكلة الإنسان ما يريد يتحدى نفسه شوفوا الإمرأة كانت مرتاحة 18 سنة محنية ظهرها ليش أدوخ نفسي يعني؟ ليش أتخلص من مرضي لأنه هو تعودت عليها مثل ما الإنسان يتعود على الخطيئة، إيش قد من عندنا متعودين على الخطيئة، أنا عصبي وتعودنا عليه. اني اتنق ومتعودنا عليه وهذا يصيح على الناس كلها متعودنا عليه وهذا يخطئ وتعودنا عليه وهذا دي, دي يعيش بحاله الخطيه وتعودنا عليه لبسها ولبسها هالشكل تعودنا عليه ماكو شيء بالمسيحيه اسمه تعودنا عليها المسيحيه هي تحرر دائما وابدي المسيحيه هي لما اني اتحدى نفسي قبل ما اتحدى الناس واحنا نعيش حياتنا نتحدى الناس دائما ندخل بعين الناس لكن ربنا يدعونا بنباوع للداخل دائما ربنا حررها من عقلها وبعدين انطالها لمسة الشفاء إذا نريد إحنا اليوم حقيقة بأنه نتحرر لازم ننطي قلبنا وعقلنا ربنا خلي نسلم له حقيقة نسلم له إياه مو بس بالكلام بالكلام إحنا كلنا لبلبان بالكلام واحدنا يبدي يحكي وما يسكت آني أولكم كلنا نحكي يعجبنا نحكي لكن القديس يوسف كل الأناجيل ما حكى كلمة واحدة كان رجال فعل وشوفوا أحبتي مثل ما كان أكو كارهين للإمرأة بإنجيل اليوم مرادوها تشفى مرادوها تشفى أكو ناس بحياتنا أكو ناس تلتقون بهم ما يعجبهم بانه انتم تتحررون من خطاياكم. ما يعجبهم بانه انتم تكونون مستقيمي الظهور. واولهم العالم اللي نعيش به، واولهم الدوله اللي نعيش بها، واولهم الحكومه اللي نعيش بها. البلد اللي نعيش به اليوم، دا اتكلم على امريكا وعلى وضعنا، انا مالي علاقه بالبلدان الاخرى. البلد اللي نعيش به اليوم، يريدنا دائما محني الظهور، دائما نركض 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 وماكو حال. ونشوف الثقل اللي دا يتخلى على ولدنا وبناتنا اليوم لكن الحرية مالتنا كل ما نبتعد عن ربنا كل ما راح نعيش سجناء الحرية مالتنا هي بيسوع المسيح الحرية مالتنا هي دائما استقامتنا هي بيسوع المسيح مو بس استقامة الجسد استقامة الأخلاق وهذا ما نحتاج اليوم احنا استقامة الفكر استقامة القلب استقامة سيرتنا استقامتنا احنا كأولاد وبنات معمدين ننتمي للرب مو بس فقط بالكلام ولمظاهر الخارجيه لكن بالفعل مالتنا بتصرفاتنا وبقراراتنا واليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم امين